خلف الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا أضرارا كبيرة في الأبنية، منها ما أبنية دمرت بشكل كامل، وهناك الكثير من الأبنية التي تصدعت وفيها جدران آيلة للسقوط. ثم تبع الزلزال الكثير من الهزات الارتدادية التي أثرت على هذه الجدران، والرياح الشديدة أيضا أثرت بشكل كبير مما أدى إلى تساقط بعض هذه الجدران وخلفت الكثير من الإصابات وبعض القتلى. تقوم فرقنا بشكل دائم بتفقد هذه الجدران وتقوم بإسقاط معظمها، أي إزالة المخاطر الموجودة في تلك الأبنية. كما تقوم فرقنا بترحيل الأنقاض من الأبنية المدمرة ووضعها في أماكن آمنة. نستطيع أيضا إعادة تدوير هذه الأبنية أو هذه الأنقاض للاستفادة منها بفرش الطرقات وإصلاح البنية التحتية. نتمنى السلامة لجميع المواطنين، ونتمنى من جميع المواطنين إبلاغنا بشكل فوري عن أي أضرار أو عن أي جدران آيلة للسقوط أو أي جدران قد تشكل خطر في المستقبل.